مدينة الرسا 7/4/2013. يعطيك العافية. شو شايف هون مشي الغراض مرحلين؟ والله جتنا قذيفة على نص الدور، سقطت الدور ما خلتنا شيء. هاي هون طيب انا شايف انه يعني الوضع هون صعب كثير بالنسبه للمعيش والسكن. في امان بيبي، تفرج كل البيوت مهدمه كلها مكسر، قاعدين غصب عنا هون. والله وكيلك يا عمي، يعني اغلب البيوت شايف انه مثل عاملين لها ترميم معين بحيث انه يضلوا ساكنين فيها، بس هذا الحكي ما بيخلص. وين نروح؟ ما نعرف وين ننقل غرضا، ما اخذوا لنا شغله. يعني اغلب الناس عم يقولوا ما هو شغله اكل وشرب هلا، بس يوقف القصف على الاقليه. ها؟ أنا. نوقف القصف بس على الأقلية. لا قصف ولا قصف ولا شيء. صار بشغال بالليل والنهار. شو تقول له بشرطة؟ أي بالشرطة. الله يلعن. غرفة نوم وغراض و... يا أخي كسرونا كل شيء. صار شوف عينك. صار. عم طالع على الشغلات الضرورية ضرورية. فوضع الرسا محاصرة. طيب شلون تغروا دبروا اموركم من اكل وشرب حركه معينه؟ كل شيء غالي، اذا عم يجي شيء شيء نادر، خبز من العدم ما في شيء عندنا. واللي بيطلع برا الدرستان؟ ما بنعرف شيء. شو بتجي رساله بشغل؟ شو بتقول له؟ يا خيو الله يخلصنا من الخير والسلامه. هذه حالنا في الدرستان 7/4/2013.